قطايف على السريع ده حلم كل ست بيت في رمضان. ازاي تعملي عجينه قطايف سريعه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنحتاج معيار من السمولينا، لو استخدمتي كوبايه او استخدمتي بوله الاثنين سيان، ومعيار ونص من الميه ودرجه حراره الغرفه. هتحتاجي رشه من الخميره، وهتحتاجي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، آخر حاجة رشة الملح. دلوقتي اضربيها كويس قوي في الخلاط، مرة واثنين وثلاثة وممكن أربعة. سيبيها تخمر دلوقتي من 20 ل 30 دقيقة. بعد ما تخمر سويها بالطريقة العادية، بس أهم حاجة سويها على ناحية واحدة بس، مش محتاجة الناحية التانية. وبكده مش فاضل غير ان احنا نحضر الحشوة. وفي أحلى من القطايف اللطايف؟